توازن الجسم قابل للدوران حول محور ثابت. نقوم بالتمرين الرابع، التمرين رقم 4. صحيح، التمرين رقم 4. إذا التمرين رقم 4 لرفع عارضة متجانسة أو أ كتلتها إم وطولها أو أ كتساوي إل عن سطح الأرض، يطبق عامل في محاولة أولى قوة F1 عند طرف أ للعارضة، فيرتفع الطرف إلى المسافة أو الارتفاع H1 تساوي 60 سنتيمتر. العارضة هي هذه اللي بالأزرق، تدور حول محور دلتا هنايا. عامل يقوم برفع هذه العارضة من هذه الجهة من نقطة أ بالقوة F1، فترتفع بالارتفاع H1 عن المستوى الأفقي، وتكون بذلك زاوية ألفا عن سطح الأرض، وتكون العارضة عند التوازن زاوية ألفا تساوي 60 درجة مع المستوى الأفقي لسطح الأرض. انظر الشكل واحد وهذا الشكل واحد. وفي محاولة ثانية يطبق العامل قوة F2 مرة أخرى عند النقطة B، إذا النقطة B من العارضة توجد على المسافة OB، بحيث أن OB من O حتى B 3 على 4 OA. إذا نشدو OA ونقسموها 3 على نقسمها على 4 وناخذ 3 من 3 الأطراف أو 3 الأجزاء، إذا سنحصل على المسافة من O حتى B من نقطة الارتكاز O. فيرتفع الطرف O بالعلو H2، هاي H2 في هذه الحالة تكون زاوية بيتا، إذا H2 عن سطح الأرض شكل 2، وتكون بذلك العارضة زاوية بيتا تساوي 30 درجة مع المستوى الأفقي. إذا هذه الحالة الأولى وهذه الحالة الثانية. إذا السؤال الأول بالنسبة للمحاولة الأولى، أجرى القوى المطبقة على العارضة OA عند التوازن، صنف هذه القوى إلى قوى التماس وقوى عن بعد. إذا إحنا دابا هنايا، إذا ما هي القوى المسلطة على هذا الجسم؟ السؤال الأول، إذا واحد اثنان أعطي تعابير عزوم هذه القوى بالنسبة للمحور دلتا أفقي يمر من نقطة الارتكاز O. إذا بالنسبة للمحور الدوران اللي هو دلتا، واحد ثلاثة أثبت العلاقة أن F1 تساوي P على اثنان، حيث شدة وزن العارضة هي P. إذا P شدة وزن العارضة، ماذا تستنتج؟ ثم ثانيا بالنسبة للمحاولة الثانية ندير هذا الشكل جوج واحد، بتطبيق مبرهنة العزوم أوجد العلاقة بين F2 و P، ماذا تستنتج؟ إذا F2 المطبقة من طرف العامل في الحالة الثانية مع P وزن العارضة، مع العلم أن نفس العارضة وبالتالي لها نفس الوزن. إذا جوج جوج، أحسب قيمة الارتفاع H2. نمر الآن، إذا يجب أن تأخذ وقت كافي وتضع هذه الصفحة أمامك للإجابة، ثم ننتقل إلى الأجوبة. إذا بالنسبة للمحاولة الأولى، السؤال هو أجرى القوى، إذا القوى المطبقة على العارضة هي P وزن العارضة وهي قوة عن بعد، ثم F2 القوة المطبقة من طرف العامل على العارضة في النقطة A وهي قوة تماس، إذا هذه القوة هذه، ثم R القوة المطبقة من طرف الأرض على هذه العارضة في النقطة O وهي قوة تماس كذلك. انظر الشكل وهذا الشكل، إذا F1 P ثم R1. ننتقل الآن للسؤال الثاني، تعابير عزم القوى العزوم بالنسبة لمحور دلتا المار من O. إذا O هي نقطة الارتكاز، إذا أولا عزم القوة R يساوي ماذا؟ يساوي زارو. لماذا؟ لأن R أو خط تأثيره يمر من، لأن خط تأثير القوة R يمر من محور الدوران. إذا الآن ننتقل إلى حساب عزم القوة أو عزم P، وأنا خصني ندير واحد تساوي، نعم. إذا تعبير أو H، إذا خصنا بعد العزم ديال P هي قوة P في المسافة أو H، فين هي P؟ ها هي، فين المسافة أو H؟ ها أو ها H، هذه المسافة، هذه الدي هي المسافة بين محور الدوران وخط تأثير القوة. إذا خص يكون الإسقاط العمودي للنقطة جي على هذا الخط، إذا هي النقطة H، إذا هي المسافة. إذا P في أو H هذا هو عزم القوة P. إذا تعبير أو H نحسبه أو H بدلالة ألفا،
ماذا لدينا؟ الكوسينيس، إذا في هذا المثلث هذا الكوسينيس ديال هذه الزاوية ألفا ماذا يساوي؟ يساوي أو أش محادي على الوتر، الوتر هو أو جي. إذا هذا المثلث قائم الزاوية هنا الكوسينيس ديال هذه هي أو أش على أو جي، تابع مع أن أو جي هي طول ديال العريضة على اثنان، ومنه فإن الكوسينيس فإن أو جي أو أش تساوي أو جي في الكوسينيس ديال ألفا تساوي إل على اثنان الكوسينيس ألفا. إذا إم ديال بي أو عزم القوة بي يساوي ناقص بي في إل على اثنان كوسينيس ألفا. علاش ناقص؟ لأن بي تدير في المنحى المعاكس، حنا عندنا منحى الدوران هو هذا، بينما بي تجر إلى الأسفل. إذا الآن نحسب عزم القوة إف واحد تساوي إف واحد في المسافة أو أش. فين إف واحد؟ هي هذه. فين المسافة ما بين خط تأثير ديال هاد قوة إف مع أو؟ إذا هي هاد المسافة كلها هي من أو لأش بريم. إذا غندخل دابا الكوسينيس في المثلث هاد المثلث هذا بنفس الطريقة اللي شفنا تعبير أو أش بريم، لدينا الكوسينيس ألفا تساوي أو أش بريم على أو أ تساوي أو أش بريم على إل. إذا ومنه فإن أو أش بريم تساوي إل كوسينيس ألفا. نعم. إذا الآن الآن نحسب عزم القوة إف واحد. إذا إف واحد تساوي إف واحد في إل في الكوسينيس ألفا، نعوض أو أش بريم بقيمتها واحد ثلاثة، نبين أن إف واحد تساوي بي على اثنان. إذا الآن نبين هذه العلاقة. نساوي بما أن العارضة في توازن مبهرانة العزوم تحقق مجموع العزوم يساوي صفر. إذا العزم ديال بي، العزم ديال ار، العزم ديال اف يجب أن يكون يساوي صفر. نعوض الار بالقيم سنحصل على تساوي صفر. إذا سنحصل على اف واحد، إذا غنجيبو هاد العلاقة هادي غنجيبوها هنا، إذا سنحصل على إذا اف، ثم نختزل أو نستنتج بأن ومنه نستنتج أنه عندما تصبح شدة القوة F1 مساوية لنص وزن أو لنصف عفوا لنصف وزن تقصدنا نصف الفاء وزن العارضة تصبح هذه الأخيرة في توازن. نشوف السؤال أو المحاولة الثانية. المحاولة الثانية لدينا في هذه الحالة سنطبق F2 عند النقطة B أو النقطة B أو النقطة C. إذن عزم القوة R2 تساوي صفر لأن خط تأثير القوة R2 يمر من محور الدوران، ثم عزم القوة B يساوي ناقص BH أو H فيني أو H هي هذه، مع أن الكوسينيس ديال بيتا يساوي أو أش على أو جي هي بيتا في هاد. إذا نحصل على العلاقة تيفوي، وبالتالي فإن أو جي تساوي إل على اثنان، أي أن أو جي تساوي أو جي كوسينيس ألفا تساوي إل على اثنان كوسينيس ألفا. إذا عزم الآن نحسب عزم القوة بي يساوي ماذا؟ يساوي ناقص بي لأن دائما تديره في العكس، ثم ال على اثنان في الكوسينيس ديال بيتا. اذا هذه هي التعبير ديال عزم القوة بي. نعم الان ننتقل الى ايجاد تعبير. نعم الان كم تساوي او سي؟ اذا او سي ولا او بي هي 3 على 4 ال. اذا هنا كان واحد الخطأ في مكان ديال السي، وضعنا نقطة بي في الأول تكلمنا عن نقطة بي، الآن تكلمنا عن نقطة سي، ولكن لي نفس الشيء لأن 3 على 2 L، إذا أو أش سوغوند على أو سي كوسينيس ديال بيتا، أي أن أو أش سوغوند تساوي أو سي كوسينيس ديال بيتا، خصنا نزيدو هنا بيتا، تساوي 3 على 4 L في كوسينيس ديال بيتا. إذا نعوض أو هذا الشيء لحساب عزم القوة F2 كيساوي F2 أو H سوغون.
إذا عزم القوة F اثنان ماذا يساوي الآن؟ ثلاثة على أربعة F اثنان L كوسينس بيتا. إذا هذا هو الجواب ديال عزم القوة F اثنان. إذا ثالثا، إذا واحد ثلاثة العارضة في توازن، وبالتالي المجموع الجبري لعزوم القوى منعدم. إذا سنحصل على P، إذا عزم القوة P ماذا يساوي؟ ونضيف إليه عزم القوة R اثنان، ونضيف إليه عزم القوة F اثنان. إذا سنحصل على صفر. لماذا؟ لأن العارضة في توازن، وبالتالي مجموع العزوم يساوي صفر. إذا أعيد، إذا العزم ديال القوة P نضيف إليه عزم ديال القوة R، تأثير السطح أو تأثير النقطة O، ثم تأثير قوة العامل في الحالة الثانية سيساوي المجموع يساوي صفر. إذا نعوض الآن بالتعابير، تعبير كل عزم سنحصل على صفر، ومنه سنحصل على، إذا نديو هذا التعبير هذا للجهة الأخرى، سنحصل على، إذا وبالتالي فإن F2 تساوي B2. وشكرا.